وهنا بالعاصمة نظمت السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية صباح اليوم بثكنة الحماية المدنية بتفرغ زينة ورشة لإطلاق تمرين تحضيري حول تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل والاستجابة في حال حدوث خطر نووي أو إشعاعي أو بيولوجي أو كيميائي. تنظم هذه الورشة بالتعاون مع مركز الامتياز الأوروبية ومع مراكز الامتياز الأوروبية والإدارة العامة للحماية المدنية. إسهاما في الحد من التهديدات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية والتصدي لمخاطرها وتعزيزا لقدرات المعنيين في هذا المجال، يأتي تنظيم التمرين التحضيري حول تنفيذ الخطط الوطنية للتدخل والاستجابة في حال حدوث أي خطر نووي أو إشعاعي أو بيولوجي. وتستفيد من هذا التمرين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية وقوات الجيش والأمن والحماية المدنية والجمارك. رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية السيد صالح والملاي أحمد أكد أهمية التمرين وجاهزية السلطة للتصدي للتهديدات النووية والإشعاعية بجميع أشكالها لما تمثله من خطورة بالغة على حياة واستدامة كوكب الأرض. أما مدير الوقاية والرقابة بالإدارة العامة للحماية المدنية فقد أوضح استعداد الحماية المدنية لمواكبة جهود الدولة لمكافحة الكوارث النووية حال حدوثها. معبر عن استعدادنا في أي وقت لأي عمل مشترك يصب في تحسين الظروف الأمنية، يصب في تأمين بلادنا من أي خطر، خاصة في المواد اللي خبرتنا فيها مازالت ضعيفة. كذلك مرحب بشركائنا اللي تعاونوا معنا واللي كونونا في ذا المجال. خبراء مبادرة مراكز الامتياز الأوروبية قدموا شروحا فنية عن طبيعة التمرين وكيفية التدخل السريع في حالات الطوارئ، وقد شملت فقرات التمرين عروضا تطبيقية تجريبية وتدخلات افتراضية حول طرق التعامل مع المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية المحتملة.